السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سأخصصه بطبيعة الحال للخبر المتعلق بتصريح وزير التربية الوطنية أو رأي وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة السيد شكيب بن موسى حول مشكل سقيف السن لاجتياز مباريات التعليم. وكما يعلم الجميع بطبيعة الحال أن المشكل تسقيف السن بدأ منذ تولي السيد شكيب بن موسى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، فهي من قبل كانت مباريات التعليم يعني غير محددة السن فعلت الحكومة السابقة، ومن بعده كان تسقيف السن في سن 45 سنة، الآن تسقيف السن في مباريات التعليم أصبح في سن 30 سنة كأقصى، بطبيعة الحال كأقصى سن يمكن الاجتياز من خلال مباريات التعليم. في هذا الفيديو أيضا سأعطي بعض المعلومات الخاصة بمباراة التعليم والإشاعات التي يعني تروج حول أن مباراة التعليم ستكون في بداية شتنبر، وسنتعرف بطبيعة الحال على هذه الأمور كلها في هذا الفيديو. عفوا، إذا عاد موضوع تسقيف السن لاجتياز مباريات التعليم ليثير الجدل من جديد. كهذا الخبر في هذا السياق، دفع وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة السيد شكيب بن موسى عن شروطه لاجتياز مباريات التعليم، والتي تسببت في إقصاء عدد كبير من خريج المدارس العليا وكلية علوم التربية. إذا المشكل الذي يطرحه هذا تسقيف السن هو أن هناك أساتذة يعني طلبة من المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة وأيضا كليات علوم التربية يعني تجاوز سنهم 30 سنة، وهذا عائق كبير جدا. إذا ما مصير هؤلاء الطلبة الذين حرموا من اجتياز هذه المباراة، خصوصا يعني بعض الطلبة حاصلين على شواهد يعني في تخصصات معينة لا يسمح لهم يعني الولوج إلى يعني فرص، أو لا توفر لهم فرص غير متوفرة فرص الشغل الأخرى. إذا في هذا الصدد قال الوزير بن موسى في رده على سؤال كتابي للبرلمانية الاتحادية من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد خدوج سلاسي، يعني بعدما طرحت سؤالا كتابيا للسيد الوزير حول هذا الموضوع بخصوص مآل هؤلاء الخريجين الذين تم إقصاؤهم بسبب شرط تسقيف السن، بأن الشروط التي تم اعتمادها تندرج في صلب، إذا كجواب الوزير أن هذه الشروط تندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 51/17 والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي. إذا للأسف كجواب السيد الوزير شكيب بن موسى يظهر بأن مشكل تسقيف السن السيد الوزير ما زال يعني متشبث بهذا الشرط، وهو شرط أساسي للقبول لاجتياز مباريات يعني الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. بطبيعة الحال إذا لا جديد بخصوص إلغاء شرط السن إلا إذا كان هناك يعني استثناء، خصوصا أن هناك مجموعة من الشعب يعني فيها خصص كبير، كالشعب مثلا متعلقة باللغة الفرنسية والرياضيات التي تحتاج إلى يعني كل سنة يعني يكون مشكل يعني يتم تنظيم مباريات استثنائية. إذا الجديد الذي يروج هذه السنة وأنها ستكون مباراة وطنية. إذا نتابع نفس الخبر. إذا هذا أثار قرار الوزير بن موسى الكثير من الانتقادات، حيث استغرب الكثيرون من المنتقدين لعملية الربط بين تجويد المنظومة وبين السن، مؤكدين بأن هدف التجويد يستدعي الانتقاء بناء على الكفاءات والمؤهلات وليس بناء على السن. إذا الوزير دائما يربط يعني هذا مشكل تسقيف السن في الجودة، إذا لا وجود ولا علاقة بالجودة بطبيعة الحال في السن، وإنما هناك أمور أخرى هي التي جعلته متشبث بهذا القرار يعني بهذا الشرط المتعلق بالسن. إذا وأشار السيد الوزير بن موسى إلى أنه تم وضع إجراءات للانتقاء قبلي لاجتياز مباريات الكتابية بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية دعم جاذبية مهنة التدريس،
وذكر بأن تثقيف السن في 30 سنة يهدف إلى جذب المترشحين الشباب نحو مهن التدريس والاستثمار الأنجح في التكوين وفي المسارات المهنية. إذا للأسف هذا الخبر الذي يعني كجواب السيد الوزير حول سؤال كتابي في البرلمان، يعني الأمور ستبقى ربما على حالها إلا إذا قلنا إذا كان هناك استثناء هذه السنة. إذا لا جديد في خصوص يعني مشكل تثقيف السن، ولكن غالبا سيكون هناك تدخل للنقابات لطي هذا الملف المتعلق بتثقيف السن، خصوصا ان جميع المباريات الاخرى تشترط يعني على الاقل السن يكون 40 سنه، ولكن السيد الوزير تشبث على هذا القرار معتذرا بان الجوده تتعلق بالسن. ربما هناك امور اخرى يعني لا نعرفها، يعني ليس هناك يعني علاقة بين تثقيف السن وجودة في مباراة التعليم، ولكن لأن هناك طلبة يعني حاصلين على شهادة عليا ماستر ودكتوراه وسنهم تجاوز 30 سنة. إذا هؤلاء الطلبة لا يمكننا نقصيهم بدعوى أن الجودة أو أشياء أخرى من هذا القبيل. إذا كما أشرنا في البداية بأن جديد هذه السنة مباراة غالبا، أو كما يشاع، يعني هناك مجموعة من الإشاعات ومجموعة من الأخبار تروج على أن مباراة التعليم ستكون بداية شتنبر وليس في أكتوبر. إذا في انتظار يعني صدور مذكرة وزارية، ولكن في الغالب يعني الخبر صحيح هو أنه في الغالب لن يتم تنظيم مباراة في بداية شتنبر. يعني ربما غالبا ستكون فقط يعني إجراءات تسجيل وإجراءات تسجيل يعني في الموقع الخاص بمباراة التعليم، لأنه يصادف يعني بداية شتنبر كما تعلمون جميعا بأنه يصادف الاستحقاق الوطني الآخر، وهو المتعلق في الإحصاء العام للسكان السكان والسكنة. إذا سيعيق يعني مجموعة من العمليات، وكما جاء يعني في بلاغ وفي مراسلة السيد رئيس الحكومة إلى الإدارات إلى الجامعات بأنه أن تكون هناك مرونة بالنسبة للمشاركين في هذه العملية. إذا غالبا لن يتم تنظيم المباريات في شتنبر، لأن هناك أغلب الطلبة يعني يشاركون في هذه العملية الوطنية. إذا لن يتم إذا سيتم يعني بطبيعة الحال احترام هذه الخصوصية المتعلقة بهذا الاستحقاق الوطني الآخر هو الإحصاء العام. غالبا أنا ستكون هناك يعني في بداية شتنبر ستكون فقط إجراءات تسجيل والإعلان عن الخصائص في المؤسسة يعني على الصعيد الوطني، لأن المباراة ستكون على الصعيد الوطني كما كانت سابقا، ولن يتم تنظيمها على المستوى الجهوي كما كان في السنوات الأخيرة. إذن كل هذا ما يخص هذا الخبر. أتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله.